السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث جديد من أبحاث الذكاء الصناعي Seeing the world through your eyes، يعني بيشوف العالم من خلالك. ده عبارة عن إيه؟ أي صورة، فيديو، أي حاجة بتعتبر زي input للبرنامج، وهو يركز على القضية بتاعة العين، العدسة بتاعة العين، ويبدأ يستخلصها ويبدأ يقول لك إيه اللي موجود قدامك أو عينك شايفة إيه، الانعكاس بتاع العناصر اللي على العين بتاعتك. فتخيل يعرف بقى مين اللي صورك، ايه الاحداث اللي قدامك، يبقى شايف الخلفيه والاماميه وكل حاجه، تمام؟ اهي مجرد بس الجزء الصغير ده من العين بدأ يكبره ويبدأ يستخلصه ويبدأ يجيب لك صور وفيديوهات كامله للحاجه اللي قدامك في اللحظه دي. يعني شغل مخابرات. وكمان هو بيعمل مشاهد ثلاثية الأبعاد، يعني اسقاطات الضوء والحاجات دي كلها. فالصورة اللي بتيجي تعتبر حاجة ثلاثية الأبعاد، مش بس صورة وخلاص. ربنا يستر.